الطواف وفي الزحام وقع مني شيء فحاولت البحث عنه فلم أجد، ووجدت بالأرض وتحت الأرجل ساعة فأخذتها، وبعد 3 أيام قالوا لي هذه نقيحة حرام أخذها، هل هذا صحيح؟ وما العمل؟ هل أرميها أم أضعها في أي مكان أم ماذا؟ نعم، لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمن يريد أن ينشد أن ينشدها، بمعنى ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يأخذها لأجل أن ينادي عليها حتى يعرفها صاحبها ويأتي ويأخذها. فأخذك للساعة هذا خطأ، والذي يجب عليك الآن أن تذهب إلى الجهة الحكومية التي خصصت لوضع الضائع عندها، لأن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة يوضع عندها الشيء الضائع، ومن ضاع له شيء يذهب إلى هذه الجهة ويسأل عن ضائعته. فعليك أن تسأل عن الجهة التي خصصت لضبط الضائعات وتعطيهم هذه الساعة، وتبين لهم أنك وجدتها في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، تقول: وجدتها في المطاف في يوم كذا وكذا، حتى يأخذ المعلومات الكافية، حتى إذا جاء صاحبها وعرفها كما هي يأخذها. نعم.